والكنيسة. وحقيقة يعني الرب كلمنا اليوم برسالة، الرب يكلم قلوبنا فيها باستمرار. وأنا دائما بقول هذه النقطة وحطيتها كمبدأ لإيماني، وهذا ساعدني كثير في أمور كثير في حياتي. قلت لو الرب ما صعد ما حللليش مشاكلي، ما عملش معجزات بحياتي، ما شعرتش بحضوره، ما عملش ولا أي تغيير بحياتي، يكفيني إني أعيش خادم لإله لأنه مات من أجل على الصليب. هذا الإيمان اللي بنيته، وبناء على هذا الإيمان مهما سكرت أبواب وفتحت أبواب أنا بضلني عبد للمسيح وخادم للمسيح. الرب يجعلنا حقيقة بهذا الروح. الكنيسة الأيام الأخيرة محتاج الصبر، والصبر هو الثقة في الرب. حتى لو في تحديات بتزيد، حتى لو في أحمال عملها بتزيد، لكن الثقة أنه في نجاة عم تقترب، وفي لحظة الرب عماله بيعمل تغييرات جديدة، ونثق أنه الرب عنده ألاف وملايين الركب التي لم تنحني لبعض. وبنفس الوقت نثق أنه إحنا جزء من إخواننا في العالم. عارفين في آية بتقول حلوة، قاوموه راسخين بالإيمان عالمين أن نفس تلك الآلام تجرى على إخوتكم في العالم. يعني كل الأحداث اللي بنمر فيها بمر فينا فيها إخوتنا في نهارية، وبمر فيها إخوتنا بأمريكا، وبمر فيها كل إنسان بده الرب في كل مكان. وعشان هيك راسخين بالإيمان وعالمين إنه إحنا مش لحالنا، وتجربنا اللي ممكن أنت شاعر تجربتك مش حدا زيها، لا تجربتك مش بحد زيها. دايما كلنا بنتعرض لنفس التجارب، ولكن إلهنا اللي له كل المجد مكتوب عنه مجرب في كل شيء مثلنا لكن بلا خطية. عشان هيك نثق بالثقة نأتي إلى عرش النعمة لكي نجد رحمة وعون في حياتنا. نشكر رب من أجل هذا اليوم. خلينا نشكر رب لأجل هذه اللحظة، ونقول ربي ربي ثبت كلمتك في قلبي وثبت عملك في حياتي. أما الآن نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب والشركة الروح القدس تكون معكم وتمكث بكم من الآن وللأبد في اسم يسوع المسيح. آمين. وبارككم جميعاً.